ليش شافيت انا؟ شو تسوين يا البينونة؟ دنيا ما في فايدة. تيلا موت. تيلا يريد موت. موت بابا يريد موت. حرام يا الخبلة حرام. بطيحين النار حرام. خلاص التلفزيون اشتغل. استوى زين تيلا. لا بابا انت كذابة. بس انت خوفي ومن اشوف كذي. انت في كذابة بابا. تيلا موت. موت اليوم موت. مصدقة هذي. مصدقة. الحقوني. نورا انت ما تسمعين اسكر عليك. ايش فيك يبا صاير بتنتحر. ومن اللي بتنتحر؟ تيلو رابط الحبل في رقبته ومعلقة عمرها تبغى تموت. كله بالتلفزيونات. تعال شوفيها. تيلا ما ترد ماتت جمعة البيت. تيلو ماتت. صل على النبي يا يبا صل على النبي. تعالي اراويكي قايل ماتت بالدريشة. تعال شوفيها شو مسوية. شوفيها طالعي. ها شوفي يبا صلي. يعني معزمة تنتحر معزمة تموت. بس سوينا فضيحة يا تيلو. لازم نبلغ الشرطة. وين الى اني يوم بتكون فانقشت ماتت. انا اللي بكلم خادم بيت الجيرانية يكسر عليها الباب. سيري بسرعة سيري. تيلو اسمعيني. تيلو تخيلك اسمعيني. شوفي انا بزيد راتبك وبخليك تشتغلين للساعة 6 وبعطيك بريك لنش. وقليت بين تيلو. حسبي الله عليك يا تيلو. ما بوقته الحين تنتحرين وتورطيني. انتحرت؟ لا بعدها تصلي تدعي علي. ما عليك منها يا ريال. يال تتمثل متأذرة في الأفلام من كثر ما تشوف شاروخ هانز. خلاص ما في شغل مال انت. شو خلاص ما في شغل مال انت رفيق؟ عيب. باكر الناس شو بيقولون عن سالم بخيل؟ بياكلون وجهه. وابوي قال يش حمر عينه. اسكت يا عبد الغني اسكت. هذول يعرفون حق بعضهم البعض. اسكت. قمر في ديك حديده. حرام انكسرت شيء في الدريشه هذه لدفعك اياه نقدا. انت بعد ش हेलो तीला है हां कुमार जी मैं तीला कुमार जी अल्लाह खलीक तीला انت شو سوي हां कुमार जी انا اريد موت तीला اريد موت नहीं तीला नहीं ला انت ما في موت انت في موت انا بعد في موت خلاص الحين بابا يجي ماما يجي نورا يجي كل نفرات يجي الحين سوي شادي. سچ كمار في شادي؟ سچي مچي سچي سوي شادي. خلاص افتح دريشة. اچھا كمار جي انا حين يجي. اوكي goods. Both of you are right. No. Yes. That's goods. Teela Kumari, aaye ho meri zindagi mein tum bahar banke. Tum bahar banke. Aaye ho meri zindagi mein tum bahar banke. Tum bahar banke. Mere dil أمي ها يا أمي ها ها ذهب الغداء؟ هي نعم ذهب. لكن قبل لا تتغدى يا علي أباك تودي غدا لأختك.
يوه يمي العين الناس تغدت ورقدت. يمي ما تغدت، اختك بنتها مريضة وظنتي حتى ما قدرت تطبخ غدا. انا لو بيتها عدالي كان بروحي صرت اودي لها الغدا. يا امي بس عاد انا خاف ريلها يتضايق. هلا هو خليه يفكر مثل ما يبغي، نحن ما بنخلي بنتنا تموت من الجوع. يلا ابوي يلا يلا، لين ما تلبس انت ثيابك انا بنشبلها في الحراره. يا امي انا خاف ريلها يظن ان نحن ياسين نصدق عليه. اي نتصدق الله يخليك، هذه بنتنا نجتلها يوع يعني؟ سر مثل ما قلت لك الله يهديك يا علي، بدل لنا ذهب الغداء. شاف تفضل ام علي، مطرشت لكم من غدانا. مشكور، شكلكم اللي بتمون تصرفون علينا. عفا عفا يا سعود، شو هالرمسة عاد يا ابوي؟ هذا من غدانا، لا تستوي حساس وايد. زين قول لي صدق، عمتي درت اني ما اشتغل هالايام؟ والله شو اقول لك عاد يا سعود، انت تعرف الوالده الحاسه السادسه عندها عاليه. عيل درت هذا والله اعلم. انزين قول لي شو سويت على المحل؟ ما سويت شيء بس مالي. اسمعني شو بالك متلعثم في شيء؟ صاير شيء؟ لا لا ما شيء ما شيء. سعود شوف لي شو سالفه المحل، الله يخليك خلينا نخلص الموضوع. وسلم لي على لطيفه وبوس لي صغيرون. يلا مع السلامه. تعالي شوفي امك واخوك شو جايبين لنا، على بالهم بنموت من الجوع. ايش بلاك معصب؟ ايش بلاي معصب؟ من تصرفات امك واخوك اللي بطون الكبد، يوم يبون حليب ويدام واليوم جايبين لنا غدا. الله يعلم باكر شو بيجيبوا لنا، بيزات. الله يهداك يا سعود، ما يستاهل ترى الموضوع هذا كله. أدري ما يستاهل، هذا بالنسبة لك أنت اللي ما يستاهل. إيش عليك؟ أنا الرجال البتين الرمسة مو بنتي. شو بيقولون عن الناس؟ عايزان عن بيته وزوجته وعياله؟ ما حد قال هالرمسة يا سعود الحين. إيش دراك إذا قالوا ولا ما قالوا؟ تعرفين أمك وأخوك في شو يفكرون؟ هي لني أعرفهم. لا ما تعرفينهم، والدليل على كلامي أخوك طالب مني أدور له محل علشان يعطيني كوميشن. يبغى يساعدني بطريقة غير مباشرة. أنا ما أعرف شو أقول لك يا سعود. لا تقولين ولا شيء، أنا ريال وما أرضى على كرامتي. متنا عشنا كلنا ما كلنا ما لهم شغل فينا. قولي لهم أمك وأخوك لا يتدخلون في حياتنا. خير لطيفة، في شيء؟ واللي سلمك يا علي، ما أبغي مشاكل في حياتي. سعود قال لي لا أبغي لا أمك ولا أخوك تدخلون في بيتنا ولا في حياتنا الخاصة. هو قال كذي؟ خلاص خلاص أنا برمسه. لا يا علي لا ترمسه أنت، لأنه بروحه معصب، أخافك أنت ترمسه ويعصب زيادة. بس الله يخليك انت بطريقتك شي رمس الوالده وفهمها ان هالايام بس ما تطرش لنا شي بس لحد ما يشتغل. وانت مو محتاجه؟ لا الحمد لله يا اخوي انا مو محتاجه شي، بس دخيلك يا علي اذا رمست الوالده لا تقول لها اني انا قلت لك شي، ما ابغيها تزعل مني هي. ان شاء الله ان شاء الله، بس توعديني عاد اذا احتجتي شي تكلميني. طبعا يا اخوي بتصل فيك، منو لي غيرك أنا. خلاص يا لطيفة، الله الله بعمرك. إن شاء الله يا أخوي، مع السلامة. يلا مع السلامة.
هلا علي. مشغولة؟ إيه أدرس. يلا عاد تخرجي بسرعة عشان نتزوج. علي لا تحاجيني عادي وكأنك ما سويت شيء. سويت ولا ما سويت، المهم عاد أنت محتلة قلبي وما عطيتي مجال يحب غيرك. اسمعني، أنا ما أبي ريال يعاندني، هذاني قلت لك. أنا ما عاندت، أنا عاندت أبوك. وحتى أبوي لا تعانده. أباه يعطيني كلمة ريايل إنه ما يزوج لغيري. عاد أبوك يحب الفلوس، أخاف يجي واحد غني ويطلبك ويوافق عليه. ليش أنا ما أفهم؟ محشومة محشومة فديتك، أنت عصفورة صغيرة لكن أبوك ذيب. يلا عاد على الكلام الغلط عن أبوي. أعزك وأعز أبوك. روح عني، باكر عندي امتحان وأبي أراجع. نور عاد عشان خاطري شوي برمست. علي أنا مو متفرقة لك. باكر بتتفرغين غصبا عنك. يلا مع السلامة. مع السلامة. ستوب بابا ماما، مشان يصير ضعيف ومشان يصير رشيق مشان يصير حلو لازم يسوي رياضة. اوكي اوكي يس سير. 1 2 3 1 2 3 change 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 change 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 عفوان الله كذي. يا راد عفوان الله كأنه ما شافوا خير مول. يا ابويا يا ابويا عيب تتكشف على بيوت الناس. منو يتكشف على بيوت الناس؟ منو هذا اللي يتكشف على بيوت الناس؟ بعدين تعال انت ايش قايل دخلت الحجره كذي مني والدرب؟ ايش قايل؟ الباب كان مبطل. ابويا ابويا ما عندك فلوس مني ولا مني يمين يسار؟ ايه عندي خير وايد يا ويه الفقر. اذا عندك يلا من مال الله. من مال الله استوي الطلاب طلاب يا نبيلو يا الراقد يا الفاخ. كان اشتغلت اذلف اذلف فارج فارج مفلس مفلس يا ابويا مفلس. اذلف طول النهار تنبل ونوم واكل. شو اسوي ما عندي ولا درهم، اروح اكمل نومتي احسن. اذلف مخمد لا وداخل علي يراقبني. وين خاش بيزاتك وين حاط بيزاتك يا الحيس؟ هاي ماي هيلثي فاميلي ماي لافلي بيردز، كيف التمارين وياكم؟ شكلكم تعبتوا من الاكسرسايزز. هي والله وايد تعبنا بس صدقينكم مارو كل شيء يعرف. شو كومارو كومارو انا احسن عنه صدقيني انا احسن عنه. ها My sons. Yes, Dad. What's up? شو رأيك باكرتين تتمرنين ويانا؟ No, my dad. ويلس كل يوم أروح الصالون علشان يغسلوا لي شعري من العرق ويجففوا لي إياه. No, I can't. It's boring. على طاري الصالون، مالي ويها سير لهم مرة ثانية. ليش مام؟ علشان باروكا. No, mom, forget it. لا تعورين قلبك فيها. قلت له. لكن هي الله هداها ما تسمع الكلام. أذتنا بعروقة وبعروقة بعروقة وبعروقة بعروقة وبعروقة وبعروقة. باروكتي 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 باروكتي. مام تعالي وين رايحة؟ فتحتيني مام. بصير بصير
الباروكة هاي خبلت بها. مام انسي موضوع الباروكة خلاص انسيه. ايش قاعد انسي توني توني شفته طايفة هني صايرة بيت سالم بخيتي هناك نفس باروكتي. وين هناك؟ يلا هذا كاستك خالي ما حد فيها. بتسويني مينونة بتسويني خبلة انا بزخة بطلع باروكتي يعني بطلع باروكتي. مام انتي عاقلة انتي عاقلة ولا تصدقناش خلاص بس تعالي دشي داخل الله يخليك تدشي انت سيري داخل انا وابوك بس سري بالباروكة يلا تعالي. بنصير بس الله يهداك قبل لا نصير لا تجلسين تسرقين من خلق والناس. ما سرقهم. وين بتصيروا انتوا وين بتصيروا مصادقكم تفضحونا عند الخلق؟ دشوا داخل دشوا داخل تعالوا. اقول لك سيري داخل انت ما لك خصمينا يلا عبد الله يلا اقول لك تعال تعال. انتي خبرة وين بتودينا داخل؟ ان شافونا شو بيقولون عنا حرامية؟ هم الحرامية مو بنحن. اصبر خلني ازخ اللي سارقة باروكتي شوف شو بسوي فيها. يا ابوي اسمعي هذي الناس تجار ما يلعبون وبعدين هذا سالم بخيل باكر ان شاء الله بيستوي نصيبنا. زين شو زين هيدي اسمعي خليك ريلاكسينجز علشان اليوم مندش ما انا بعد اللي عرفنا ان شاء الله. يلا جو هيت. شو تسوون في البيت؟ هلا دادي جود مورنينج فايديت ان شاء الله فايديت. شو تسوون في بيتنا؟ ماي وايف يس ايم هيز وايف. وشو تبون؟ هيز سبورتينجز يس. وانا شو اسوي اذا هيز سبورتينجز؟ البوم. شو يعني؟ البوم البوم يعني البوم. شو تبون يعني؟ My wife's sporting. تحب الرياضة. أيضا هي بطلة وعندها بطولات. هي رياضية. وشو تبغي يعني بالضبط؟ يا أستاذ سالم زوجتي أصرت أنها أتي وتشوف الكؤوس والميداليات اللي أنت أحرزتها. Yes please daddy please. ممكن نشوف؟ طوفي قدامي. ممكن انزل ايديا؟ نزل ايديك ان شاء الله. قدامي اشوف ان شاء matter of facts. لزمت التي وتشوف صورك يوم كنت مشهور وتلعب في نادي الاهلي قالت الا اسير واشوفه. بس انا ما كنت العب في نادي الاهلي. استاذ سالم الحرمه مضيعه باروكتها فيايتنها حاله نفسيه ما ترقد الليل. هي الشقره تذكرتها. أنا أقول اليوم بلاها شي مستوية مثل الجين المحمر. الله يهداك يا أستاذ سالم اليوم جين محمر باكر بتحصلها صافية ورا باكر بتحصلها عقلاه. ترى هذا كله صبق في صبق. أنت شو بلاك مستغرب؟ غنيو؟ غنيو؟ Yes my wives. صورة منو هذه؟ شو؟ اسمع سيد سالم قول ان انت تلعب جولز لانها تحب شماخر حب تموت فيه. يا ريال يا ريال شماخر شي خصه في الكره؟ شماخر مع السيارات واعتزل. زين زين اسمع استاذ سالم قولها اي شيء اي شيء ولا خبرك سريب انك كبشتينو ينشرب هذا النكل. شو سوي فيه كبشتينو؟ لازم
حسبي الله عليكم، حسبي الله عليكم. هذا شو؟ هذا شو؟ وين يبينا هذا؟ فوالة أبويا، فوالة عنا ضيوف. وش حق فوالة كثر؟ وين يبينا؟ من وين؟ من الدكان. منو عطاكم بيزات؟ بابا هذا صديق بابو، سجل حساب. سجلتي على حساب؟ اي بابا. وحسبي الله عليك ان شاء الله سجلتي على حساب. بابا ما في مشكل، هذا بابو صديق صديق. ما خصمت انا من راتبك على رويك يا تيلو. ايش حق هذا كله؟ ايش مسوي فيه؟ ابويا عندنا ضيوف، ايش نعطيهم ياكلون؟ ان شاء الله ما اكلوا. تبغينهم كل يوم يعبدون علينا البيت ويلحطون الوالة؟ اعطيني دله شوف، بس مالهم غير قهوه بدون هال. هاتي الدله. ابويا ما يصير كذي. قلعة تقرعهم ان شاء الله. مراتب هو اول خبر سوي زياده راتب. ما اعرف ما اعرف السالفه. ما في مشكل، لتيله سوي لك بنكه. كيفك سوي اللي بتسوينه. ما في خوف نفر هذا بيت، انا راوي. وينها؟ صدق انه سالم بخيل. انا قايل ابا كابتشينو. الكابتشينو ما ناكله عندنا، ما بزين، مضر. افا يا استاذ سالم افا، انت بنفسك تصب القهوه؟ تيلو ميهوده. انزين نبول وين؟ من خمد. من خمد. نورو وين انهيت؟ يا ستقرا. يا ستقرا، زين مدام يا ستقرا عيال ليدي فيرستز. ثانك يو. أستاذ سالم، قهوتكم ليش كذي؟ ليكم مالت البارحة؟ مالت يومين. ولا هيل ولا زعفران بعد؟ احنا نحبها كذي. صدقة تعلمي تعلمي الاقتصاد كيف تقتصدين. أستاذ سالم أنت سكولز بيج سكولز. نعم نحن لازم كل يوم اني هنا عندك تعطينا تقوية من الاقتصادات. اتحمل، انا اللي يبغيني ياخذ قبل موعد. في هذه استاذ سالم انت عندك حق فعلا. ويوم بتون ثاني مرة هاتوا قهوتكم وياكم، لان فرننا خراب ومودينا الصلاح. خربان. أنا على بالي كل اللي في بيتكم يا أستاذ سالم كواليتي، يعني أصلي. ما شاء الله ما شاء الله على هالبيت هذا، بيتكم وايد عود. الله أكبر على عينك، عطيتك الكوع الأسم بالدل والفنيان. الدل والفنيان عن الحسد. شفت أبوك فشلنا. فيك شو صاير؟ عبد الغني هني. ابو دلال؟ هي يعني من غيره. هني وين؟ هني في البيت. يعني وين؟ ولا جايب مرته وياه. زين دلال وياهم؟ اقول لك ابوي فشلنا تقولي دلال وياهم؟ انت وين وانا وين؟ الله يهداك يا نوره، انت ما تعرفين ابوك؟ المفروض عرفتنا من زمان، بس ليش ما جابوا دلال وياهم؟ اي دلال وياهم؟ اقول لك ابوي فشلني، ما خلاني اقدم لهم شيء. الله يسامحك يا الدحروي، كان يبدلال بس. انت وين وانا وين؟ واو الستاره اميزينج. تصدق استاذ سالم، انا دوم اقول لعبد الغني انسوا بيتنا لاك يور بيت، بس مو براضي يقتنع. لا يرز، انا اللي كل يوم اقول لك وله عليك، بس انت اللي ما راضي تقتنعين. انا لاير؟ انت اللي كذاب. انا دوم اقول لك انت مو براضي تقتنع. ذوقك كشره. انا ذوقي كشره؟ اصلا انت ما حد عدلك ولبسك وسواك ستايل غيري انا. يعني ما كان ستايل؟ نو. تصدق استاذ سالم، انت لو شايفنا قبل سنتين حتى ما تشتهي تسلم عليه. هذا اسمعيني يا موزوبة عمران. وات؟ مالي مالي وات از hey. اسمعي ها،
مره ثانيه ان طولتي لسانك لا تشوفين شيء مني عمرك ما شفتيه فور ايفر. لا 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 انا تحددني. لا لا تحددني يا غنيو. لا ما علي براويك. لا لا ما علي براويك يا غنيو. انا شو؟ لا عجيب. لا انا تحددني. لا انا تحددني. تحددوني الحين انا تقول لي بوتابه عمران؟ انت تحددني انا؟ تحددني انا؟ ما علي انت بس خليني خليني انا. انا شو مسوي تحت؟ ما علي صوت ابوي. انا صوت عبد الغني بعد. الصوت جاي من هنا. تعالي صاير وانا ايش دراني. وابوي عبد الغني روغ زوجته ابوي شو يخصه؟ بروح اشوفه. سكنتك امك. ما لك خص بامي. امه متوفيه الله يرحمها. اخرتي ارى رؤوسا قد اينعت وعانى قطابها وها هو راسك. ساقطعه وساقطعك اربا اربا. ساجعل من بيتي هذا ضريح لك. طالع من مكتب خالك ها؟ والله إن شافك يعني حط صبعه في عيونك ويفنشني. وانت لها كذا الله بيجعلك. كلمة روع وخايف لا تخاف أنا معاك. هاي معاك بالكلام الفاضي هذا. يا بوك أنا خالك أعرف أكثر عنكم. أنا عايش وياه. شوفها هذا البياض هذا الشعر هذا كله والسب خالك هذا خب الله مينون ما يتفاهم. إذا خبرت علي خالي وقلت له اني دشيت مكتبه بقول له انك تقول عنه مينون. براي قل له وبنشوف شو الاقوى الكلمه اللي انا قلتها ولا اللي صاير داخل مكتبه ينبش في اوراقه. بنشوف يا ابو سمره الشغله هاي ما لازم تتاخر وان تاخرت خالي بيخسر لك من الف. هاي الشغله انا روحي ما ادري بش اللي اخره اليوم مبعو وايده. عاد خالي ما يأخره إلا شديد القوي. اسمعني أنا باك تشهد إني أنا داومت. بشهد بس عاد أنا عندي شرط. شو شرطك؟ تبغى رخصة؟ لا ما بنا اللي أبغى رخصة. أم العيال سلمك الله هي اللي بتطلع رخصة ولا لازم أوديها إن المرة اللي طافت رسبت. حرمتك تبغى رخصة. المهم شرط ترجع بسرعة. إن شاء الله برجع سلمك الله. شراط الطير هي والله عليوي هي والله عليوي قواك الله يعليوي قواك الله يعليوي. إن شاء الله يا أبوك العم سالم كل يوم ما يجي. إن شاء الله قول آمين قول آمين. هي والله هي والله هي والله هي والله هي والله هي والله. أنا خايف إذا شاف الفواتير العمر كله ما يجي. حسبي الله عليك يا عبد الغني دحروي. مو بآدمي يا بنتي هذا مو بآدمي. تقولين اخطبوط عند سبع يادي. سلامات سلامات يبا سلامات. مش لك حاشر هاي ويسطها. وين يا بنت الحلال تبغينهم يكسرون البيت يكسرون ذروعي ولا يكسرون البيت؟ يا بنت الحلال تعرف ايش سوى؟ لف يدي كذي وعصرني. اسمع ذروعي سوى تدك 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 وانا يلا امشي دارك امشي دارك استريح لي بعدين. غوريلا غوريلا مو بني ادم. يلا يا علي قل لي خالك سالم خلي اصبر عليه شهر ولا شهرين
يا ولد الحلال انت صاحي تبي يذبحني اي اصبر خلاص ما اقدر يا اخي شو اسوي ما اقدر ادفع ايجار هالشهر قل لي انا مشارك في جمعيه عقب شهر ولا شهرين اقدر ادفع له شهرين من الاخر ان شاء أوكي؟ الله ان شاء الله تيسر يلا علي يلا مع السلامه هذا علي وصل ها عليوي يا يهنا لا يحوشك لا يحوشك هي والله 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 عليوي ايش حالك بخير هذا اللي بيترخص لان حرمته تبى تطلع رخصه وبيرجع بسرعه الرخصه صح الرخصه تراها سقطت كالعاده بس هي قالت ان هم اللي مسقطين هاي المره بس المره الجايه بتنجح ان شاء الله هي قالت بتنجح عندك 10 دقائق تكون في الشركه تفهم هي والله هي والله بس عاد عليوي دخيلك عاد لا تخبر العم سالم انك شفتني هنا زين بسرعه يلا بسرعه زين هي والله 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 سعود نعم أباك نعم أبا رمسك في موضوع قول شو عندك ما بجدام الناس تعال برا لما الواحد يبيه ما يرد انت ما تقولي شو تبغي مني لحقني من مكان لين مكان ما تمنيت اشوفك جالس هني وتلعب بته وانت من تكون ابوي ولا اخوي عشان تمنعني انا ربيعك وخير يا طير بتستوي لي صديق المثالي ومسؤول عني ما يخصك فيني انا لا مثالي ولا شيء بس انا خايف عليك وانا ما ابغى احد يخاف علي بخير يا طير ما اخذ اختك انت مالك شور علي تسمع انت ليش ما تبغى تتفاهم انا ما ابغى اتفاهم ويا حد واذا اختك وازتنك علي قول الحين انا وانت ياسين نسولف ليش تدخل اختي في الموضوع انتوا اللي تحدوني ادخلها في كل صغيره وكبيره تقصد منو انت وامك اسمعني عاد خلونا نعيش باللي الله كاتب لنا احنا راضين واذا متنا من اليوع بنخبركم زين الحين بس اشوف دلال طلعت ولا لا
يا الدلال ليش تغسل سيارته بروحه؟ وين الخادم اللي يشتغل عندهم؟ الحين فرصتك يا نبيل، هذه هي. لبول ها انت وين سير الحين؟ ما يخصك، سيري طلعي شوفي ابوي شو يبه. سيري طلعي ها، انا معلوم كل ترتيب مال انت معلوم انا وين سير. شاب طلعي، اشوف طلعي. اوكي انا الحين سير خبر كل شيء.